intervalo. معيش حاجة بقى مثلا ما بلاقيش لحمة بقى اشتري سمك قالوا لي السمك بقى مولع بكام يا عم السمك قال لي ب 35 جنيه وخمسة شوي 40 جنيه طب انا اجيب كيلو سمك ب 40 جنيه ولا اروح اجيب حتة فرخة الاقيها الفرخة معايا ها تعدي ال 70 جنيه طب انا هاكل منين انا يومتي كلها 20 30 جنيه هعمل بيهم ايه ولا اكل ايه واخد بالك ولو مش لاقيين حاجه ما يكفيش العيال رحت اجيب خضار اجيب طماطم الاقي الطماطم بقت ب 12 جنيه طب ليه بقت ب 12 جنيه ليه البصل بقى ب 10 جنيه طب ب 10 جنيه ليه مش كده هم بيقولوا ان غلو التجار هي اللي بتغلي وهم احنا مش عارفين احنا شعب مش عارفين مش عارفين مين اللي بيغلي ومين اللي بيرخص مش عارفين حاجه حد يدلنا حد يقول لنا حد يفهمنا حد يطلع على التلفزيون يقول لنا يا جماعه الغلو ده كذا وهنعمله كذا وهنخله كذا ازازه الزيت بقت ب 20 جنيه ها رز بقى ب 10 جنيه منين هتجيب وهي موت الواحد كلها 30 جنيه انا راجل عامل على الله ها اجيب علاج بكام واجيب مؤاخذه برشام سكر بكام واجيب برشام ضغط بكام وكله غلى حتى العلاج غلى طب هجيب منين الزبون بيتفرج هجيب منين ببص على السمك كده بتحصر اروح اجيب لهم اكل ازاي يعني ببص على السمك زود ميه الملاحه يا باشا والسمك أجل يا عايز اجيب مؤاخذه كيلو طماطم بقول له اديني ربع هعمل ايه ما انا حياتي كلها كده هنعمله ايه؟ نعرف. عايزين نعرف عايزين نعيش مش عارفين نعيش احنا عايزين نعيش وبس مش عايزين ولا عايزين ستر لربنا لا عايزين نعيش نبقى نايم ولا فلوس بالهبل لا عايزين ناكل بس عايزين ناكل عايزين ناكل مش لاقيين اللقمه كله مرمي في الشارع وأشوف الأرض شايفها عملي مفيش واحد عنده سبون في الجامعة